سهل لنا بما نريد ونجنا بما نخاف بفضلك يا لطيف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الأرض ولي الجميل قل الله وإنا وإياكم على هدى أو في ضلال مبين ما تسألون عما أجرنا نسأل عما تعملون ربها ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل للذين ألحقتم به شركاء إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ميعاد يوم لا تستحقرون عن ساعة ولا تصدمون الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون مغلوبون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض نظام يقول الذين صدقوا الذين استكبروا للذين صدقوا أننا صدقناكم عن الأولى قد أجاكم من كنتم للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار تمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعل الأغلال في أعمار الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون في قرية من نذير قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا سبحانك أنت ولينا من دونهم بعضكم لبعض نفع ولا ضر ونقول للذين
قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد تتفكروا ما بصائركم من جنة وإلا نجيرا لكم بين يدي عذاب جديد إلا من أجرهم فلكم إن أجي إلا على الله وفلكم لجاهل بالحق أعلم الغيوم جاء الحق وما يبقى الباطل وما فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت وبما يا ربي إنه سميع غريب فزعوا فلا فوت فأخذ من مكان غريب فقالوا آمنا به وأنا لم تناوش من مكان غريب كفروا به من قبل بين ما يشتهون كما فعل العجائب والمعين إنهم كانوا في شك مريب بالله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الحمد ما يشاء من رحمة فلا ممسك لها ما يمسك فلا ممسك من بديه لذيذ لكيه يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو الدار يكون بحساب صغير الذين كفروا شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرأيه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تزل نفسك عليهم وصلاة عليهم بما يصنعون فتثير سحابا فسقناه يا بلد ميت أحيينا من أدب دمعتها كذلك النشاط يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينكرون السيئات ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا يعصر من يريد في كتاب إن ذلك على الله يسير ما يسوي البرهان هذا عدو فرات
سائغ شرابه هذا ملح نجاج ومن كل تأكلون لحما ضريا وتستخرجون ضريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك بواخر ليلة وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربك يعلم الذين تدعون من دونه ما يملكون من دونه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا يربيكم أنتم الفقراء إلى الله والله ولي الحميد من شيء بكم ما يأتي بحق جديد وما ذلك على الله بعزيز لا تدر وادرة وذر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يهمل منه شيء ولو كان ذا غربا إنما تنذر الذين يخشون ربا ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال يوجد من ذهب مختلف ألوانها أقلابيب الزهور والناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخلى بالعباد العلماء عزيز وفاء الذين يتلون كتاب وأقام الصلاة وأنفوا مما رزقناهم سلم عليك فيجود تجارة الأسماء ليوفيهم أجورهم ولنهم من الذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساورة من ذهب ولبن ولباس فيها الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغور والذين كفروا لو نار جهنم لا يغلى عليهم فيموتوا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير
في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم ما لربه إلا مدى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا شركاءكم الذين تدعون من دون الله يروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات فما دعنا المكر السيء إلا بأهله فهم ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تبديلا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شاء يؤخرهم إلى أجل مسمى إذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا الرحيم يا عزيز القرآن الحكيم إنك ربك يا مرسلين على صراط مستقيم عزيز الرحيم أنذر قوما ما أنذر تبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشر بالمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثار عما كل شيء نسينا فيه ما من مبين واضرب لهم مثلا أصحاب رجل يسامى يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم يا قوم اتبعوا المرسلين اعبدوا الذي فضلني وإليه ترجعون اتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تنفعني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون وفي ضلال مبين هذا يا ليت قومي يهتمون ما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين أنزلنا على قومي من بعده من جهد من السماء ما كنا منزلين كانت الله صيحة واحدة بين أمرام الدنيا حسرة على العباد ما يهتمون
الأرض الميتة أحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا المستمر لها ذلك نظير العزيز العليم أندرناه منازل حتى عندك العجون القديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر الليل سابق النهار فكل في فلك يسبح آية لهم الله حملا ذريتهم في الخلق الأشرار خلقناهم من مثلهم لا يركبون وإن نشأ نورقهم فلا فما خلقكم لعلكم ترحمون من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا فإذا هم جميعا لدينا المظلمون فلا تظلموا نفس شيئا ولا تجاوب إلا ما كانت تعملون جنتك أم في جنة فاكهون وأزواج في ظلال عليكم فيها فاكهة ولما يدعون قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إلا ولكم عدوكم مبين ومن دوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جهدا كثيرا أفلم تكونوا تعملون هذه التي كنتم توعدون واليوم مما كنتم تفعلون يوم نختم على أفواههم وتكلمنا لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننقص في الخلق افلا يعقلون وما علمناه الشرك وما ينبغي له من هو الا دين وغلال منه حيا ويحب الله على الكافرين وانا خلقنا لهم مما ونسي خلقه بعد مجيئه الذهب غير مين الذي انشاها اول مره وفي خلق خلقنا الذي
الشجر الأخضر نارا فإذا أهدم من دون الله وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يهضم من ذنب لا يبقى الله فالحديد إنما أمره إذا أراد شأن أن يقول له سبحان الذي بيده ملكات كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة السماوات فرنها ما بينهما ورب المشارق زينا السماء الدنيا بزينة كواكب حفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون يوم ليلة ويخافون من كل جانب دحورا عذاب واصب من خطف الخطفة فأتى شهاب خاطب أجد خلقا من خلقنا إنا خلقناه من دين لازم ويصل يذكر لا يثنى فأبى يستسر قالوا إن هذا إلا سر مبين إذا مصنع وكنا تراب وإذا منع إلا تمدد أباؤنا الأول وأنتم الآخرة إنما هي ليلة وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فدوا إلى سلاسل تحرقهم إنهم أسروا حتى لا تناسبوا بل هم اليوم مستسلمون وأكبر بعضهم على قد يتساءلون إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين فلم تكونوا مؤمنين ولا عليكم Yeah.
ربكم لأمر العالمين نظرة في النجم فما رأي صغير فتولى على مدنه فراغ إلى بابياتي فقال لا تمنى لا تمنى فراغ عليه رب بجميل إليه يزفى فتمدر أذبحك فانظر ما لا ترى ما رى يا أبدي ما تمرى ستجدني إن شاء الله من الزامنية أسلم بابت الله الجميل ونادينا يا إبراهيم صدعت الرؤيا إنا كذلك نزل مثلين فلا دورا ترى فلا
وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما مثلنا داود وكفى بدنا فسبل الهم أسراك يا ولا نعلم ذلك فإننا فكن بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ما غرقنا السماء والأرض وما بينهما فأظلاما Let's do it.
مثلهم معهم رحمة من الله وجلال فاضرب به وهذا بنا وجدا صابرا لما لم تنه يهوى ربنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإبراهيم وموسى أخلصنا بخالصة هذه الدار أنزل على مئة المصطفين ضيعا إسماعيل واليسى ولكبر فلم يريا ليغربونا إلى الله زلفى إن الله يقوم بينهم فيما هم فيه يغربون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يبلغ ما يشاء بالحظ يكور الليل على النهر ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ولجيد ربه خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون
يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ذلكم الله ربكم الملك الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى للألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل ثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم في هذه الليلة ذلك الفلاة يهدي من يشاء من يهدي الله فما له منها ومن يتقي بوجه سوء العذاب يوم القيامة والعذاب الآخرة أمن لا كان يعلمون فضرنا
شاكسون رجلا سالما لرجل حي سويا مثلا الحمد لله فتكرم لا يعلم ميت وإلا ميت إنكم يوم القيامة عند ربكم تنتصما ممن كذب على الله وكذب بالصدق جاءه وليس في جهنم تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر أذن كاشفات ضره في مرامها فيمسك التي غلى عليها الموت اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستجرون إنهم مفاتن السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة بأنكم بين عبادك إذا كانوا فيه يختلفون وأن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه افتدوا به من سوء العذاب يا مر يا مر يا لنا بالله ما لم يكونوا يلتزمون سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا يستهزئون فمس الانسان ضرا دعانا ثم اذا خولناه نعمة منا لا من قبل يدك
بها كذبوا على الله وجوههم مسددة ليس في جهنم خلقا للمتكبرين نجي الله الذين اتقوا بمفازة لا يمسهم سوء ولا الله خارج فارد سماوات بالنبيين والشهداء وقال لهم غزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتح أبوابها وقال لهم غزنتها سلام عليكم طيبتم وسلام وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة من حول العرش يسبحون بحمدها تب السيئات يومئذ وذلك
الله أكبر من مغتكم أنفسكم تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كذبا فعليه كذب في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إذا جاءنا فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله منا
غير سلطان أتاهم كبر ما تنيد الله صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أولئك يدخلون الجنة يرجعون فيها بغير حساب أغنم ليالوك يا النجاة يدخلون إلى النار أدنني ليكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة فردنا إلى الله أجب الذين مذهب الله فستذكرون ما أقول لكم أفرد أبرئ الله أزير في الإيمان وقال الله سيئات ما إنا كنا لكم سبعا على جبريل حتى نسيب من الله إنا استكبروا إنا كنا فيها قال الذين في النار لغزنة جهنم ادعوا ربكم يغفرنا إن وعد الله حق واستغفر لذنبك إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم في صدورهم إلا إن الذين الذي جعل لكم الأرض
فأحصر صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله خلقكم وتبارك الله رب العالمين. والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. إني نهيت أن أعبد الذين تدعون لما جاءني البينات من ربي ومن رب العالمين. خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى. نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي منهم أشد قوة عذاب فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم مما كانوا يزعمون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وعده بشر
الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون عاد وثمود جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم الله لا غفر ولا تزن وعن في الحياة الدنيا
الشمس ولا للقمر فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وهم من أكمامها وما تعمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمي قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده لالحسنى See.
من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويسبحون بحمد ربهن والذين اتخذوا من دونه أولياء لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يا مريم إذا ليل فيه فريضا في الجنة وفريضا في السعير إن شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرؤكم بالليل ومن الليل 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 ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أوتوا الكتاب من بعدهم لذلك فادع واستقم كما أمرت وما أمرت لا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم لا حجة بيننا إلي المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فلا كلمة الفضل أخذ بينهم فإن الظالمين لم يدبوا جديد الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في مرضى
أسألكم عليه خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين يا ابو لما يجعل يا ابو لما يجعل
الجابر أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء فكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلنا ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا نؤمن وإنه يا ربنا لمغرمون وجعلوا له من عباده جزءا من الإخلاص لكم فلما به اتخذ مما يعلم بناته وأسماكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب بالرحمن مثلا جعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن ماذا قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورثنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعض البلاد ورب ربك خير مما يجمع فلولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن حتى إذا جاء
ذلك فإن من الله تغيما لأغرينك الذي فأنا وإن Yeah.
الحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضل الله على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما تلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك على سمعه وقلبه وجعل على بصره الساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إلا لهم شرك في السماوات
دوني بكتاب فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون شهد شاهد من بني إسرائيل على مثل ما من ثبت من الله على يد الظالم وعلى الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما صبرونا إليه كره وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده الله فبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى مرضاه وقد دخلت الغرور من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك فإن مدى لا يقول فيقول هذا إذا تعدير الأولين إن الذين حق عليهم القول في أمم فاليوم تجدون عذاب الهون بما كنتم تستبرون بجد بغير الحق بما كنتم تستبرون وإذ كنا عاد إذا انذر قومه بالعقاب وقد خلت النذر من بين يديه ومن لتفك على نهايتنا أتنا بما تعدنا
بأمتهم قالوا هذا عارض ممطرنا عنهم صمهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شايب قالوا يحجوا يدي آيات الله وحقق بما قال بسلام ما حولكم يا الله يا سلام يا عدل العلم لولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا ما الله عن ذلك فما كان ينظر واستغفرنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فما السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على يا من تعالى ويكرر كما تدل الهم ونار
قوة من غريتك التي أعبدك لنا لم يتغير دعم وأنهار من خمر لذة للشاربين لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسي الله الرحمن الرحيم إنا أسلمنا لك
يلا نار فإنما ينكث على نفسه ومن أنفاق ما أهدى عليه الله قد يدري الحديث سيقول لك المخلفون من العرب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا فعلم ما في قلوبهم go
من بعد أن أرضاك والذي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تضعوهم فتصيبكم منهم معضلة بغير علم ليدخل الله في رحمته ويشاء الجاهلية فأنذر الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمام بما تتوى بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين معلقين رؤوسكم الله ومغسرين على تغافون فعلم ما يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود الله. ذلك مثلهم في التوراة مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يهجم الزرع Allah.
وسلم وزد وبارك عليه.